شارك معنا في مسابقة هذه حياتي واربح العديد من الجوائز المقترحة من طرف ممول البرنامج فيليبس. سؤال هذا الأسبوع: بروفيسور واش من عام انت زايد؟ ايه انا زايد في قصر البخاري. في أي سنة ولد العالم الجزائري كمال يوسف تومي؟ الاحتمال الأول سنة 1954، الاحتمال الثاني سنة 1955، الاحتمال الثالث سنة 1956. ابعث بالإجابة الصحيحة عن طريق الأسماس إلى رقم التالي 66 016. على الشروق دي